لو حد عنده already يعني ولو عنده ما شاء الله الله أكبر يعني عنده شوية أمل أقدر إزاي أحافظ على الأمل اللي عندي ده موجود في وسط كل الطاقات والحاجات السلبية اللي جوايا من سوشيال ميديا من ناس من حتى ناس هو بيدعوا إن هم عندهم مشاكل عشان يقولك إيه أصل عشان الحسد فأنا إزاي وسط كل ده وأنا أوريدي عندي مثلا شوية أمل مش أنا طبعا لا لو أنا أتمنى أكون أنا يعني أتمنى والله بحاول والله ببذل ما هي أبوك. الحاجات دي تيجي بالتدريب زي ما بيقولوا حياتي كده يعني إن شكرتوا لأزيدنكم طبعا تمام فأنا بشكر النعم اللي ربنا مدهاني فتبتدي إن هي إيه تزيد عني تزيد عندي يعني أبتدي إن أنا أتجنب الناس السلبيين قوي اللي هو أسلوبهم طول ما هو قاعد يعني في ناس بسوء سليم أنت تشوفي شكلهم إن هو كويس وإن هم مبسوطين وكده لكن طول ما هم قاعدين شكايين لا أنا ما عنديش أصل ده عنده أصل أنت شكل ويحسدك قدامك يعني تحسي إن هو إيه بيقولك لا أنت مبسوطة مع إن أنت رسمة الابتسامة وكل واحد ما فيش حد مننا كامل يعني ربنا أكيد. سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق كلها متقسمة على في صحة وفي أولاد وفي جواز وفي عيلة فما ازاي فلازم هتلاقي الحاجة اللي عندك نقصة في حاجة عنده نقصة في حاجة تانية صح. هو باصص للحاجة الزيادة اللي عندك دايما البني آدم باصص للحاجة الزيادة اللي في إيد غيره فأنا أبتدي أنظم نفسي إن أنا بقعد أعدد النعم اللي عندي عشان احافظ على الطاقه الايجابيه اللي عندي انا عندي نعم كذا 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 الحمد لله ده انا عندي كذا فلان لا ما عندوش حتى لو قعدت بورقه وقلم ابتدي اكتب الحاجات الايجابيه اللي عندي والحاجات السلبيه اشوف اللي قدامي اللي انا شايفه ان هو عنده ايجابيات اكتر ابتدي ان انا اكتب الاقي السلبيات اللي عنده في عنده سلبيات ممكن انا ما اتحملهاش ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسمها كل واحد ليه قدره احتمال فربنا بيقسمها حسب قوه احتمال كل شخص غير التاني فممكن مثلا انا يكون عندي اولاد غيري ما عندوش اولاد فيبص قاضي عندها اولاد طب بس انا عندي حزن في حته تانية هي زي ما بنقول هم 24 قيراط متقسمين لكل واحد ما بين شغل ما بين صحه ما بين مال ما بين يعني هي كل ولو اتغيرت حاجه صح. من المنظومه هتقل حاجه مكانها يعني لو حضرتك زاد عندك مثلا المال شويه هتلاقي الصحه تعبت هتبتدي ان انت المال يتصرف على عارفه فهي متقسمه بحسبه معينه ربنا اللي مقسمها فلو كل واحد حب يحافظ على الطاقه الايجابيه اللي عنده يبتدي يعدد النعم اللي عنده ويشوف السلبيات ان انا اعدي مرحله السلبيات دي لان انا من جوايا انا اللي بخلق السعاده وانا اللي بخلق طب وانقلها للي حواليا بقى ازاي هتنقلها حواليك ازاي بابتسامه بابتسامتك الجميله دي بصي انت ابتسامتك حلوه من ساعتها ايوه ما شاء الله عليكم ابتسامتك جميله الابتسامه عدوى والابتسامه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها انها صدقه فانت لما بتبتسمي قدام حد بتدي له امل في الحياه يعني مجرد ان انت ابتسمتي او حسستيه ان الحياه سهله بص انت بس اعمل كذا لو في ايدك ان انت تساعديه وتحطيه على بدايه الطريق يبقى انت خلاص كده ساعدتي لكن الابتسامه بتاعتك ما عادش اشتكي يعني ما عادش ارجوكوا يعني انا بجد انا بالنسبه لي في اصدقاء ليا انا بجد يعني في مره قلت لواحده صديقه بس الحمد لله ان انا قطعتها ما بكلمهاش بجد كل ما تشوفني تشتكي 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 جوزي الطليقي ما بيصرفش عيالي ما يعني اقول لها انت ما عندكيش حاجه واحده حلوه اكيد عندك حاجه حلوه نقول أكيد. الحمد لله فبجد ان احنا نقطع علاقتنا بجد اقطعوا علاقتكم بالناس دي للناس دي بيدوا كم طاقه سلبيه دكتور غير طبيعيه وفي نفس الوقت حاولي تخلقي لنفسك انت جو مرح صح. يعني انت اللي تخلقيه لان مش حدش هيجي يجيب لك الجو المرح شعار لغايه الفترة عندك اللي جايه جو مرح بس بس يعني حتى نقي الاصدقاء اللي هم اللي دمها خفيف المبتسم على طول اللي عندها طاقه ونشاط صح. تمام دكتور هدى مصطفى بشكر حضرتك نورتينا النهارده للاسف وقت فكرتنا خلص طبعا نرمين حابه تتكلم في موضوع الموضوع الامل حلو جدا ايوه الموضوع مهم جدا ان شاء الله باذن الله انا سعيده بوجودي معاكم نورتينا ميرسي